بريمر في كتاب عام أمضيته في العراق وجه انتقادات شديدة في كتابه إلى أعضاء مجلس الحكم. ماذا اتهمهم؟ اتهمهم بتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، ويقول ويفتقرون إلى المصداقية لدى قطاعات واسعة من العراقيين ولا يهتمون بحضور الجلسات، لدرجة يقول أنه في يوم الدكتور أياد علاوي كان رئيس الدورة يقول سوينا صار اجتماع يقول وإحنا حضرنا، يقول ما كانوا الأعضاء دازين نوابهم اللي مسافر واللي كذا، ويعني كثير ينتقد، بحيث أنه الآخرين أيضا بدوا في مذكراتهم في ضوء ما يقول بريمر ينتقدون مجلس الحكم بهذا الشكل. شنو تعليقك دكتور؟ والله تعليقي من فقرتين. الأولى الأولى هو مجلس الحكم ما شان تركيبة ناجحة. نعم. في كل يعني كان بناس مهمين، بمسعود البرزاني، بعبد العزيز حكيم، بناس مهمين يعني، وبناس ما مش اسمه مو هالقد مهمين. هذا أولا. ثانيا صار واسع أكثر من اللازم. 25 واحد شعدنا إحنا. هي سلطة إدارية، سلطة ما عندها صلاحيات، كل صلاحية ما عندها. أي صحيح ما عندها. أنا يمكن اجتماعاتي الحاضرها ما تتجاوز 10. مرة حكيت لهم على أمن إيش لازم يصير، وشكلنا لجنة مال الأمن الوطني بالعراق بالمجلس الحكومي، بيا مسعود وجلال وأحمد الشلبي وعبد العزيز حكيم محسن عبد الحميد واني، هاي ما كان اكو شيء.